Ver Muhammed ve Aleyhi Muhammed salavat. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا من لا يرغب في الجزاء ومن يا من لا يندم على العطاء ويا من لا يكافي عبده على السواء منتك ابتداء وعفوك تفضل وعقوبتك عدل وقضاءك خيرا إن أعطيت لم تشب عطاءك بمن منعة لم يكن منعك تعديا تشكر من شكرك وأنت ألهمته شكرك وتكافئ من حمدك وأنت علمته حمدك أن تستر على من لو شئت فضحته وتجود على من لو شئت منعته وكلاهما أهل منك للفضيحة فضيحته والمنع غير أنك بنيت أفعالك على التفضل وأجريت قدرتك على التجاوز وتلقيت من عساك بالحلم ومهلت من قصد نفسه بالظلم تستنذرهم بأناتك إلى الإنابة وتترك معاجلتهم إلى التوبة لكي لا يهلك عليك هالكهم ولا يشقى بنعمتك شقيهم إلا أن تولي الإعذار إليه وبعد ترادف الحجة عليه كرما من أفك يا كريم وعائدة من عطفك يا حليم أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفك وسميته توبة وجعلت على ذلك الباب دليلا من وحيك لئلا يضل عنه فقلت تبارك تبارك اسمك توب إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير فما عذر من أغفل دخول ذلك المنزل بعد الفتح الباب وإقامة الدليل وأنت الذي زدت في الصوم على نفسك لعبادك تريد ربحهم في متاجرهم لك وفوزهم بالوفادة عليك والزيادة منك فقلت تبارك اسمك وتعاليت من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وقلت مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وقلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وما أنزلت من نظائرهن في القرآن من تضاعيف الحسنات وأنت الذي دللتهم بقولك من غيبك وترغيبك الذي فيه حظهم على ما لو سترتهم أنهم لم تدركه أبصارهم ولم نعتيه أسماعهم ولم تلحقه أوهامهم فقلت اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقلت لئن شكرتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقلت ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فسميت دعاءك عبادة وتركه استكبارا وتوعدت على تركه دخول جهنم داخرين
وذكرك بمنك وشكرك بفضلك ودعوك بأمرك وتصدقوا لك طلبا لمزيدك وفيها كانت نجاتهم من غضبك وفوزهم برضاك ولو دل مخلوق مخلوقا من نفسه على مثل الذي دللت عليه عبادك منك كان محمودا فلك الحمد ما وجد في حمدك مذهب وما بقي للحمد لفظ تحمد به ومعنى ينصرف إليه يا من تحمد إلى عباده بالعيسان والفضل وغمرهم بالمن والطول ما أفسفت فينا نعمتك وأسبغ علينا منتك وخصنا ببرك هديتنا لدينك الذي اصطفيت وملتك الذي ارتضيت وسبيلك الذي سهلت وبصرتنا زلفة لديك والوصول إلى كرامتك اللهم وأنت جعلت من صفايا تلك الوظائف وخصائص تلك الفروض شهر رمضان الذي اختصته من سائر الشهور وتخيرته من جميع الأزمنة والدهور وآثرته على كل أوقات السنة بما أنزلت فيه من القرآن والنور وضاعفت فيه من الإيمان وفرضت فيه من الصيام ورغبت فيه من القيام وجللت فيه من ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ثم آثرتنا به على سائر الأمم واصطفيتنا بفضله دون أهل الملل فصمنا بأمرك نهاره وقمنا بعونك ليلا متعرضين بصيامه وقيامه لما عرضتنا له من رحمتك وتسببنا إليه من مثوبتك وأنت الملئ بما رغب فيه إليك الجواد بما سئلت من فضلك القريب إلى من حاول قربك وقد أقام فينا هذا الشهر مقام حمد وصبحنا صبحا صبحنا صحبة مبرور وأربحنا أفضل الأرباح العالمين ثم قد فارغت قنا عند تمام وقته وانقطاع مدته وفاع عدده فنحن مودعه دا من عز فراقه علينا وغمنا وأوحشنا انصرافه عنا ولزمنا له الذمام المحفوظ والحرمة والمرعية والحق المقضي فنحن قائلون السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أولياء السلام عليك يا أكرم الصحوب من الأوقات ويا خير شهر في الأيام والساعات السلام عليك من شهر قربت فيه الآمال ونشرت فيه الأعمال السلام عليك من قرين جل قدره موجودا وأفجع فقده مفقودا مرجو ألم آلم فراقه السلام عليك من أليف آنس مقبلا فسر وأوحش من قضيا فمضى السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب وقلت فيه الذنوب السلام عليك من ناصر عان للشيطان وصاحب سهل سبل الإحسان السلام عليك ما أكثر تقى الله فيك ما أسعد من رعى حرمتك بك السلام عليك ما كان محاك للذنوب وسترك للأنواع العيوب السلام عليك ما كان أطولك على المجرمين وأهيبك في صدور المؤمنين السلام عليك من شهر تنافسه الأيام السلام عليك من شره ومن كل أمر السلام عليك يا غير كريم المصاحبة والأذميم والملابسة السلام عليك كما وفدت علينا بالبركات وغسلت عنا دنس الخطيئات
السلام عليك غير مودع برما لا متروك صيامه صأما السلام عليك من مطلوب قبل وقته وهو ومحزون عليه قبل فوته السلام عليك كم من سوء صرف بك عنا وكم من خير أفيد بك, علي بك علينا السلام عليك وعلى ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر السلام عليك ما كان أحرصنا بالأمس عليك وشد شوقنا غدا إليك السلام عليك وعلى فضلك الذي حرمناه وعلى ماض من بركاتك صلبناه اللهم إنا أهل هذا الشهر الذي شرفتنا به وفقتنا بمنك له حين جهل الأشقياء وقته وحرموا شقائهم فضله وأنت ولي ما أثرتنا به من معرفته وهديتنا له من سقته وقد توليتنا بتوفيق صيامه وقيامه على تقصير وأدينا فيه قليلا من كثير اللهم فلك الحمد إقرارا بالإساعة وإعترافا بالإضاعة ولك من قلوبنا أخذ الندم ومن ألسنتنا صدق الاعتذار فأجرنا على ما أصابنا فيه من التفريط أجرا نستدرك به الفضل المرغوب فيه ونعتاض به من أنواع الذخر المحروس عليه ووجب لنا عذرك على ما قصرنا فيك من حقك وأبلغ بأعمارنا ما بين أيدينا من شهر رمضان المقبل فإذا بلغتناه فعنا على تناول ما أنت أهله من العبادة وأدنا إلى القيام بما يستخفه من الطاعة واجر لنا من صالح العمل ما يكون درقا لحقك في شهرين من الشهور الدهر اللهم وما ألممنا به في شهرنا هذا من اللمم أو إثم أو واقعنا فيه من الذنب واكتسبنا فيه من خطيئة على تعمد منا أو على نسيان ظلمنا فيه أنفسنا أو انتهكنا به حرمة من غيرنا فصل على محمد وآله واسترنا بسترك واعف عنا بعافك ولا تنسبنا فيه لأعين شامتين ولا تبسط علينا فيه ألسنة طاعنين واستعملنا بما يكون حتة كفارة لما أنكرت فينا فيه برأفتك التي لا تنفض فضلك الذي لا ينقص اللهم صل على محمد وآله واجبر مصيبتنا بشهرنا وبارك لنا في يوم عيدنا وفطرنا واجعله من خير يوم مر علينا أجل به لعف وأمحاه لذنب واغفر لنا ما خفي من ذنوبنا وما علنا اللهم أصلخنا بانسلاخ هذا الشهر من خطايا ونخرجنا بخروجه من سيئاتنا واجعلنا من أصعد أهله به وأجزلهم قسما فيه وأوفرهم حظا منه اللهم من رعى هذا الشهر حق رعايته وحفظ حرمته حق حفظها وقام بحدود حق قيامها واتقى ذنوبه حق تقاطها أو تقرب إليك لقربة أوجبت رضاك له وعطفت رحمتك عليه فهب لنا مثله من وجدك وأعطنا أضعافه من فضلك فإن فضلك لا يغيض وإن خزائنك لا تنقص بل تفيض وإن معادنا إحسانك لا تفنى وإن عطاءك للعطاء المحنى وإن عطاء اللهم صل على محمد وآله واكتب لنا مثل أجور من صامه أو تعبد لك فيه إلى يوم القيامة
اللهم إنا نتوب إليك في يوم فطرنا الذي جعلته للمؤمنين عيدا وسرورا لأهل ملتك مجمعا ومحتشدا من كل ذنب أذنبناه وسوء أسلفناه وخاطر شر أضمرناه توبة من لا ينتوي على رجوع إلى ذنب ولا يعود بعدها في خطيئة توبة توبة نسوها خلصت من الشك والارتياب فتقبلها منا وارض عنا وثبتنا عليها اللهم ارزقنا خوف عقاب الوعيد وشوق ثواب الموعود حتى نجد لذة ما ندعوك به وكعبته ما نستجيرك منه واجعلنا عندك من التوابين الذين أوجبت لهم محبتك وقبلت منهم مراجعة طاعتك يا أعدل العادلين اللهم تجاوز عن آبائنا وأمهاتنا وأهل ديننا جميعا من سلف منهم ومن عبر إلى يوم القيامة اللهم صل على محمد نبينا وآله كما صليت على ملائكتك المقربين وصل عليه وآله كما صليت على أنبيائك المرسلين وصل عليه وآله كما صليت على عبادك الصالحين وأفضل من ذلك يا رب العالمين صلاتنا تبلغنا بركاتها وينالنا نفعها ويستجاب لها دعاؤنا إنك أكرم من رغب إلي واكفى من توكل علي وعات من سئل من فضله وأنت على كل شيء قدير اللهم صل على محمد إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قال الفاتحة